على اليمين يا اخو. هاي لحالها لحالها. ايه على اليمين على. احمد يلا يا احمد يلا شباب نزوا هذا يوم تمنزحت انا وزوجتي الشهيدة وابني وبنتي. هاي شايف كيف ضحكتها؟ كانت مبتسمة، كانت قاعدة حطيت عند ابن عمي. هاي بنتي وهي بنت ابن عمي 18، ومرت خالي 19، وولاد خالتي بنت وولد، يعني تقريبا 21 واحد. ان شاء الله هيك تنسمع، مش عارف اذا تنسمع ولا انه تقف الحرب، تقف الدوامه هذه، لانه والله تعبنا. يعني انا اليوم فقدت عزمه املك. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.